السلام عليكم متتبعي قناة مربوحة، تحية كبيرة لكم، نتمنى تكونوا بألف خير. معنا في الفيديو جديد خالتي حاده اللي جات مسمارة وجات بصحة وسلامة. على سلامتك خالتي. الله يسلمك وينجيك بنتي. ايوا التحية ديالك الخاصة للمشاهدين كيتسناوها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحة؟ كي درتو شوية؟ كي دايرين الوليدات؟ كي دايرين رجالكم؟ لاباس عليهم؟ واش نتوما بخير؟ توحشتكم بزاف والله العظيم الا توحشتكم بزاف. و بالنسبه للمشاهدين اللي كيتسائلوا خالتي حاده شنو كتجيني، خالتي حاده راها حماتي. هذا التساؤل كان بزاف الناس في التعليقات كيسولوني، دابا انا جاوبتكم راه حماتي، وهي اللي في الفيديو الشهير كنت كنسولها في الفيديو اللي دارت على الدار ديالها، كنقول لها خالتي 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 بزاف. انا ما كنقدرش نبدا معها شي جمله هذا الحوار بلا ما نقول لها خالتي، كتجيني عيب انني نبدا معها شي هضره وما نسميهاش، يعني تنقول لها خالتي وفي مثابه مرضي عليك مرضي عليك الأم ديالي. على سلامتك خالتي وغيبتي علينا وتوحشنا، وكتروح للدار كتجينا الدار ظالمه بلا بك والله. حتى انا توحشتكم بالله، توحشت وليداتي وتوحشت وليداتكم وتوحشت بنياتي، الله يرضي عليهم ويرضي حتى على المشاهدين. دابا راه مابقاش الحق غير حقنا فيك، راه حق المشاهدين بزاف. الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، حتى انا توحشتهم، وحتى انا راني كنت بحالهم متفرجه بحالهم، وكنت تنسمع وتيقول تقرا لي بنتي التعاليق وتيشكروني وتيسولوا فيا، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. على المشاهدين الجداد اللي دخلوا حتى هما ترضي عليهم، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم ويخلف على المشاهدين دياولي الاولين، وراني توحشتكم بزاف بزاف بزاف، راه غير الظروف اللي شدتني. خالتي حدا تغيبات لمده تقريبا ديال شهرين حيت بنتها ما كانتش ضابطه النهار ديال الولاده ديالها، داكشي علاش خالتي الفتره الغياب ديالها طالت. كي جاتك خالتي السماره والناس السماره، الله يعمر السماره ويعمر الناس دياولها، ناس كرامه ومزيانين والله يعمرها سلعه، وقفوا معايا زعما بزاف بزاف بزاف. قلتي لي باغا نوجه التحيه لواحد الناس اللي واحد العيالات المتابعين. انا تنشكر اكرام وراجلها سعيد، وتنشكر بنياتها وليدها، الله يكثر خيرها ويخلف عليها. وقفت معايا مع بنتي، داتني داتها للطبيب ومشات معايا وقفت معايا في الليل، وفاش ولدت جابتها، الله يكثر خيرها ويخلف عليها. قلتي لي خالتي بزاف رجالاتهم مساكن، قلتي لي كنتي كتلقاهم غير على برا في الزنقه. كنتلقاهم غير على برا، انا يعني غدا والناس تيشدوا فيا ويسلموا عليا، مرحبا بك في سماره، مرحبا بك في سماره، مرحبا بك في سماره. وتنشكر زهره خيي هي وراجلها محمد، حتى هما فرحوا بيا وعرضوني، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم ويكثر خير وليداتهم وبنيتها وعجوزتها، تنشكرهم بزاف. وتنشكر عاوتاني زبيده، الله يكثر خيرها ويخلف عليها، حتى هي وقفت فوق معايا في السبوع وخدموا معايا الشغل وطيبوا معايا، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. الله يجازيهم بخير ويسخر لهم في صحيحتهم ووليداتهم ويعطيهم ما نواف قلبهم. خالتي شكراتهم بزاف صراحه، في التليفون فاش كنا كنتصلوا بها كتقول لك راه زين عليا تماره بزاف، الله يجازيهم بخير ويجعلها في ميزان الحسنات ديالهم. ايوا يا خالتي والله العظيم توحشناك، توحشنا الفيديو ديالك والكانو بزاف. خالتي حاده يمثلت صراحه المراه القرويه خير تمثيل، المراه الحادقه المرزنه المثبته، وتاتشي صراحه اللي كنا كنقراو عليها في التعاليق كنشكركم بزاف على داك التعاليق اللي كنتو كتعلقوا عليها، الله يجازيكم بخير. عيطوا لي الناس الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، من اسبانيا، من بلجيكا، من السعوديه، من هذه، من ناظور، من كل شيء، عيط عليا الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. وتيسولوا على بنتي واش ولدت، حتى ولدت وما تيسقسيو، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. اللي ما تتولدش الله يسهل عليها ويجيب لها الدريه الصالحه، واللي باغيه تولد الله يسهل عليها، واللي عندها وليدات الله يخليهم لها، والله يحفظكم ويستركم وينجيكم ويحفظكم، ربي محفظ اللسان بين السنان. انا تندعي بدعوه الخير فيكم وباقا تندعي، الله يعمل سيدي ربي يوقف معكم ويدير لكم الطريق في الضيق، انا تندعي معكم وعزاز عليا بحالكم بحال بنياتي، الله يكثر خيركم ويخلف عليكم. يا ربي امين. خالتي شفتك في الفيديوهات اللي كنت كتصيفط لنا في الواتساب، درتو 3 ايام المرشوش. درنا 3 ايام المرشوش وكل شيء، وصورنا وصيفطتهم لولدي، واني زعما ما عجبوش داك التصوير، ما عندناش لا كاميرات لا حتى حاجه لا والو، غير تنصوروا غير هكاك. صورنا الاسبوع، صورنا الثلاث ايام، صورنا الزميته. حتى هما عندهم الثلاث ايام خالتي. حتى هما عندهم الثلاث ايام، داك الشيء غزال بحال هكا. حتى هو غزال، دارت لي الثلاث ايام اكرام.
إكرام هي اللي دارت 3 ايام، هي اللي طيبت، هي اللي جابت هذيك الرزيزه، وهي اللي دارت 3 ايام الله يكثر خيرها ويخلف عليها. انا ترضي عليها بحالها بحال بنياتي يا ربي امين الله. وشكرا إكرام. حتى هي كانت من المتابعات ديالك؟ حتى هي من المتابعين ديالي، هادو كاع اللي تنهضر معاهم كانوا من المتابعين ديالي صراحه. هادو اللي ذكرات خالتي كاملين من المشاهدين ديالها. وفاش مشات للسماره، حيت الا عقلتوا على الفيديو ديال السلو، خالتي كانت مسكينه دارت سلو وبقات كتبكي وقالت لك الله يجيب لي ياكل معنا هاد السلو صراحة، وبكات فيه. والمتتبعين في السمارة شافوا داك الفيديو فاش مشات، صراحة وقفوا معاها سولوا فيها، وكاين اللي تلقاها غير في الزنقة ومشى معاها وعاونها وساعدها الله يجازيهم بخير. تلاقاوني الناس بزاف السلو ديالك تكال بزاف، كلاوه معايا الناس الله يعطيهم الستر وقوي من متايلهم، وتعيش السمارة وتعيش يعيش الناس ديالها وتعيش الجزائر والناس ديالهم. مرات يجوني التعاليق ديالهم توانسة هذوك هادو المصريين بلجيكا فرنسا كلشي كلشي الدول كلشي كلشي الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، الله يحفظهم محفظ اللسان بين السنان ويكثر خيرهم ويخلف عليهم. وحتى انا راني كنت مشوقه من جهتهم بزاف كاع، حتى انا راني واخا ما هكاك ما كنتش تندير الفيديوهات، كنت تنتفرج انا بحالكم بحال المتتبعين ديالي. واخا تني كنت كتفرجي بحالك بحال المتتبعين ياك، ما درنا شي غلطه وانت غايبه علينا. لا لا ما درتو حتى غلطه، لا ماشي مشكل ما كاين مشكل. وتنشكر العيالات حقا اللي داروا من القناه من مورايا، منهم نعيمه الله يكثر خيرها ويخلف عليها، منهم ميلودا، منهم لالا زهره، منهم لالا نزهه فاطمه، منهم لالا فاطمه نسيبه العزيزه، لالا فاطمه منهم لالا فاطمه، هادو كاع الناس من العائله الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم وما غاديش ننساوهم. خالتي غبرتيني علينا بزاف وتوحشنا الوصفات التقليديين ديالك، راك انت هي البركه ديال القناه. نرضي عليك بنتي. دابا جبتي لنا شي وصفات تقليديين صحراويين ولا لا؟ الحبيبه الطبخ ديالنا كي ديالهم بحال بحال. انا ما تلاقيتش مع صحراوات، تلاقيت مع الناس ديال الداخل، الاكثريه الناس ديال الداخل بحالنا هكا. بحالنا كل 3 ايام بحالنا، اسبوع بحالنا، كلشي الطبخ بحالنا كلشي. ما كاين حتى حاجه مبدله. دابا غير وجدي راسك، المشاهدين القدامين راه عارفينك وعارفين الحداقه والرزانه والتبات وكل شيء ان شاء الله. ولكن المشاهدين الجدادين راه كيتسناو شي وصفات ان شاء الله. دابا راه البرد داخل وقت البقوله وقت الفول، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الا حنا حيينا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وخالتي سمحي لنا فوتنا عليك داك الفرصه ديال اليوم الوطني للمراه، فاش عيطوا لك من راديو اصوات ومشات بلاصتك لالا نعيمه. بحال بحال عيطوا لي الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. وتنشكر سند برنامج حديث المغزل مع سناء الزعيم. تنشكر سند الزعيم ونشكرها بزاف بزاف بزاف، ذكرتني حتى هي في راديو اصوات. الله يكثر خيرها ويخلف عليها ويسترها ويحفظها ان شاء الله من الافات. وتنشكرها بزاف، وخا ما حضرتش راه حضرت لالا نعيمه بحالي بحالها كيف كيف، ماشي زعما ما كانش الفرق. كما حضرتي انا بغيت نحضر ماشي ما كرهتش نحضر، ويني الحال بعيد 3 ايام ديال الطريق ما قديتش نجي فيها ونولي. خالتي جمعتي شي زروره مع النفيسه ولا لا؟ لا كل الخير كل الخير موجود الحمد لله. كاينه البركه كاينه البركه تبارك الله. ما خصناش نسمحوا للنفيسه في حقنا شهرين وحنا طالقين. ان شاء الله يا سيدي ربي كلشي توحشك. كساونا الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، وكساونا ووقفوا معانا وضحكوا معانا ولعبوا معانا وداروا لنا الكاطو هذه اكرام الله يكثر خيرها ويخلف عليها. الله يجزاك زعما بحال اللي راني كنت مع العائله والله العظيم الا بحال اللي كنت مع العائله. انا كنت خايفه نقعد غير انا وبنتي، ويني الله يكثر خير اكرام ويكثر خير زهره ويكثر خير زبيده. الله يلاقينا مع محسن منها. امين حبيبه يا امين ربي يخليك. خالتي قلبك زوين وربي يلاقيك مع الناس. الله يرضي عليك بنيتي الله يرضي عليك. الله الا لقينا مع الناس اللي مزيانين. يو شكرا. خالتي بما انك كنت من ضمن المتتبعين للقناه. ايه. كي جاوك الفيديوهات الاخرين؟ زوينين، ويني نعيمه هي هذيك. نعيمه خصها تضحك المشاهدين وغير اللي ما عارفهاش. قبلوا عليها هكاك. ما هي قبلوا عليها هكاك، هذيك هي مسكينه، هذيك هي دي الوضعيه ديالها، وهذيك هي غير خصها تضحك المشاهدين وخصها تقصر معاهم وخصها ماشي زعما. واخا شتها انا هكاك انا فهمتها، ما غاديش تعاير بنت خوها، راه غير كانت تضحك معاها وتخصها تضحك المشاهدين وشويه هك وشويه هك.
والمتتبعين حتى هما ما يطار لهمش منها يسمحوا لها. وانا معتذره في بلاصتها، انا تنقولها لهم انا تنعتذر لكم في بلاصتها، سمحوا لها راه ماشي ما جاتش فيها زعما شي حاجه خايبه ولا شي نعيمه زعما مزيانه. ما كتبتي حتى شي تعليق؟ لا ما كتبت لها والو، ما تعرفش نكتب وغير بنتي اللي تتوريني كنشكر المشاهدين بزاف اللي تفاعلوا مع نعيمه وقبلوا الاعتذار، الله يجزيهم بخير. نعيمه راه صراحه ما كنبغيوش نتقلقوا منها، راه بحال تنقول انا بحال الوالد ديالي، الا يعني مشيت غوت عليه شحال راه بحال غنغوت على الوالد ديالي في المقام ديال الوالد ديالي، ما كنقدرش. شكرا بزاف. شكرا شكرا بزاف، وان شاء الله من الحلقات اخرى ان شاء الله الجايين. وانا تنسلم على المشاهدين اللي عاد جاوا جداد، وتنسلم على المشاهدين ديالي كلهم القدام بزاف بزاف، وراني توحشتكم وبالسلامه عليكم. الله ينيكم، ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم وبالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد قناه مربوحه.